بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أهم psychiatric disease أو أهم psychiatric disorder هو الاسكيزوفرينيا. موضوع الاسكيزوفرينيا طويل كالعادة، كعادة المواضيع يعني اللي بنتكلم فيها، فهنقسم الموضوع إلى عدة مواضيع. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن history of schizophrenia، وهنتكلم عن النيو نيم اوف سكيزوفرينيا اللي بيستخدم في اليابان. انا عملت سبليت للكلمه لان الكلمه اصلا مكونه من جزئين، سكيزو ومعناها مايند وفرينيا بمعناها سبليت، ودي مصدرها اجريك، مصدرها يوناني. النقاط اللي هنتكلم فيها زي ما قلت النهارده ان شاء الله هنتكلم عن history of schizophrenia، what is schizophrenia، دي one slide، وعن history of schizophrenia، وده اللي هو الموضوع الاساسي بتاعنا. بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الابيديميولوجي، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن genetic and pathophysiology، وهنتكلم بعد في لقاء منفصل عن الدايجنوزيس، وفي لقاء ايضا منفصل عن الديفرنشال دايجنوزيس، واخيرا عن التريتمنت. كل جزئيه هتاخد لقاء لان الموضوع جد طويل وجد كبير وجد مهم. What is schizophrenia؟ Schizophrenia is a psychotic disorder. ومعنى السايكوزيس هو باختصار the loss of certainty about what is real and what is not. Psychosis معناها اختصار loss of reality. يعتبر الاسكيزوفرينيا the most severe form of psychotic disorder. عند psychotic disorder كثيرة جدا، منها schizophreniform، delusional disorder، bipolar mania، فيه psychotic depression. فالسايكوتيك ديس اوردر كثيره جدا، ولكن البروتوتايب بتاع السايكوتيك ديس اوردر هو السكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا از ا سايكوتيك ديس اوردر اند فريكوينتلي سيتد از ذا موست سيفير اند ديسيبلينج منتال ايلنس. ذا موست سيفير اند ديسيبلينج منتال ايلنس. ات هاز ا كورونيك كورس. Schizophrenia has chronic course and associated with significant medical comorbidity. مع السكيزوفرينيا معبقى ميني ميديكال كوموربيديتي زي الديابيتس، سواء من السكيزوفرينيا itself او من التريتمنت اوف سكيزوفرينيا اللي هو الانتي سايكوتيك. مع الريسك اوف سيريبرو فاسكولار ستروك او اسكيميك ستروك بيكون عالي في حالات السكيزوفرينيا. ديكريز لايف اكسبكتنسي، في حوالي 20 الى 30 سنه decrease في life expectancy of the patient and significant societal and economic cost. It ranks among the top causes of disability. السكيزوفرينيا تاتي بعد العشره الاولى top causes of disability. ايه هم ال 10 top causes of disability؟ العشره الاولى of causes of disability. رقم واحد الارثرايتس، اثنين الباك بين، ثلاثة الكاردياك ديزيزيز، رقم أربعة الدبريشن، رقم خمسة الكانسر، رقم ستة السيريبرو فاسكولار ستروك، رقم سبعة الالزهايمرز ديزيز، رقم ثمانية الديابيتس ميليتس، رقم تسعة الرينال ديزيزز، رقم 10 السي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. ندخل بقى في الهيستوري اوف سكيزوفرينيا. عندي في الهيستوري اوف سكيزوفرينيا ثلاث شخصيات مهمين، او هم ثلاث شخصيات سواء مهمين او مهمين، هم كلهم ثلاث شخصيات. اول شخصيه عندي هي ايميل كريبلين، وده ألماني، اثنين ألمانيين وواحد سويدي. أول ألماني إيميل كريبلين،
إيميل كريبلين ولد في 1856 وتوفاه الله في 1926. الشخصية الثانية المهمة عندي في السكيزوفرينيا إيوجين بليولير. وولد إيوجين بليولير وده سويدي سايكاتريست سويدي عام 1857 وتوفاه الله عام 1936. الأخير هو كارت شنايدر وهذا سايكاتريست ألماني ولد في 1886 وتوفاه الله في 1967. الثلاثة دول عاشوا في نفس الوقت. قبل إيميل كريبلين ما يتحدث في السكيزوفرينيا كان الأطباء يعتقدون إن السايكوزيس وان ديزيز ولكن معاه different stages psychosis is يعني one disease والسكيزوفرينيا stage من stages of psychosis. الكلام ده ما عجبش إيميل كريبلين وعمل حاجة قال عليها اللي هي كريبلينيان دايكوتومي. الكريبلينيان دايكوتومي دي ميزت حاجة اسمها الديمينشا بريكوكس اللي هي السكيزوفرينيا. إيميل كريبلين قال على السكيزوفرينيا قبل ما يعني ما يوجد مصطلح السكيزوفرينيا سماها ديمينشيا بريكوكس وميز بين الديمينشيا بريكوكس اند مانيك ديبريسيف ديسوردر. فرق بين الديمينشيا بريكوكس اللي هي السكيزوفرينيا والمانيك ديبريسيف ديسوردر. قال ان الديمينشيا بريكوكس كورونيك ديزيز اوف بروجريسيف functional deterioration beginning in adolescence or young adult. dementia precox يعني معناها العتة المبكر معناها العتة المبكر يعني بيقول انها dementia في young age and manic depressive disorder a relapsing remittent psychosis. يعني كلام في قمة العقلانية. قال المانيك ديبريسيف ديسوردر دي ريلابسينج ريميتينج سايكوزيس عكس الديمينشا بريكوكس. الديمينشا دي كورونيك ديزيز. إيوجين بليولير لم يروق له كلام إيميل كريبلين. قال إن في موضوع إن الديمينشا بريكوكس ده إز بروبلماتيك موضوع مش 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 عقلاني أو مش داخل الدماغ. He noted some patient meeting a criteria of diagnosis had mild course of the illness. وجد إن بعض ال patients تقع عليهم لكريتيريا اوف ديمينشيا بريكوكس ولكن الالنس معاه مع الحالات دي مايلد والبروجنوزيس از فيري جود. This patient often had later onset of illness and exhibit less progressive course معاهم less progressive course than was suggested by dementia. الديمينشيا ده aggressive course and progressive course ولكن الحالات دي الحالات الاخرى اللي لاحظها يوجين بليولير وجدها انها مايلد وليس بروجريسيف كورس عن اني اقول عليها دي حالات ديمينشيا. واخترع المصطلح اللي احنا بنحكي عنه اللي هو يوجين بليولير قال ان الديمينشيا بريكوكس دي هنقول عليها سكيزوفرينيا ودي نتجت من المصطلح اليوناني اللي هي سكيز معناها سبليت وفرينيا معناها مايند. فبالتالي أصبح المصطلح split of the mind. يوجين بليولير terminology reflect his theory. نظرية يوجين بتقول إن حالات السكيزوفرينيا بيكون في split بين thought, thinking and emotions. والdiagnosis of schizophrenia بناء على رأي يوجين بليولير بيتكون من 4A. الايه الاولى افلات اور ان ابروبريت افكت. ادي الايه الاولى افلات اور ان ابروبريت افكت. الايه الثانيه لودنينج اوف اسوسيشن. الايه الثالثه اوتيزم. الايه الرابعه امبيفالنس التناقض. قال ان الدياجنوزيس اوف سكيزوفرينيا يوجين بليولير يعتمد على هذه الاربعه A افلات اور ان ابروبريت افكت لوس اوف اسوسيشن
اوتيزم. الاوتيزم هنا مش معناها اللي هي الاوتيستيك ديسوردر، معناها سوشيال ويذدرول اند بري اوكوبيشن ويز وان اونز اوف ثوت. المريض بينطوي على نفسه وبيهتم بافكاره وبيهتم بما يدور داخل دماغه. واخيرا الرابعه الامبيفالنس. وقال ان الهالوسينيشن والديليوجن والسوشيال ويذدرول اند ديمينيشد درايف as secondary manifestation. اهم نقطه عند يوجين الاربعه ايه، لكن الهالوسينيشن والديليوجن والسوشيال ويذدرول والديمينيشد اوف درايف اللي هو اللوس اوف ويل، دول سكندري مانيفيستيشن بناء على يوجين بليولير المتوفي عام 1936. كارت شنايدر الألماني الثالث، قلنا إيميل كريبلين ألماني ويوجين بليولير سويدي، ونرجع إلى ألمانيا مرة أخرى إلى كارت شنايدر. كارت شنايدر ولد 1887 وتوفاه الله زي ما قلنا في 1967. develop his diagnostic criteria of schizophrenia. He described symptoms that would allow a clinician to diagnosis of schizophrenia. Schneider عمل الفيرست رانك diagnostic criteria، والفيرست رانك diagnostic criteria اللي عملهم شنايدر ثمانية في غاية الأهمية up till now. الفيرست رانك دي في غاية الأهمية for diagnosis of schizophrenia. إيه هما الفيرست رانك في هذا الجدول؟ ولازم الجدول ده يبقى واضح لنا جميعا. صوت إيكو، المريض بيسمع أفكاره. صوت إيكو hearing one thought being spoken aloud، أفكاره بتتكلم بصوت عالي. voice commenting بيسمع ناس تعلق عليه، لعب في مناخيره، لعب في ودنه، اتحرك، نام، وهكذا بيسمع حاجات بتعلق عليه. أيام يكون نوع التعليقات، ممكن يكون تعليقات وحشة، ممكن تكون تعليقات بسيطة، يعني التعليقات دي يعني ممكن حد بيشتمه هو وبيعمل فعل معين، يعني بيعلق على فعله تعليق غير طيب. voice conversing بيسمع اثنين بيتكلموا عليه، اثنين بيتحدثوا عليه، اللي هي third person hallucination. somatic hallucination اللي هي الهابتك هالوسينيشن، والهابتك هالوسينيشن او somatic hallucination دي مور كومون في النيورو ديجنراتيف ديزيز زي الالزهايمر ديمنشيا، زي برضو كومون في الدراج الادكت اللي عيانين اللي بياخدوا الستيمولانتس عندهم somatic hallucination. العيان ممكن يحس مثلا حاجة بتمشي على يده، بيحس مثلا حاجة تمشي تحت الجلد. thought withdrawal or insertion، يعتقد المريض ان في افكار بتتسحب من دماغه او في منظمة او هيئة معينة بتزرع افكار داخل دماغه. المريض بيظن ان حد في منظمة معينة زي الـ FBI او الـ CIA او اي منظمة بتسحب الافكار من داخل دماغه وتستخدم هذه الافكار، او هذه المنظمات بتضع افكار داخل دماغه وبناء على هذه الافكار اللي بتوضع داخل دماغه هو بيتصرف. delusional perception، الحالات دي delusional perception معيبقى في intact perception، العيان perceive healthy، perception بتاع المريض healthy، ولكن توظيف perception معيبقى مش healthy. يعني ما المريض رأى شيء في السيارة، في الشارع سيارة على سبيل المثال، بينتج عن هذا البرسبشن الانتاك برسبشن ديليوجن، مثلا السياره هتخبطني، السياره هتفوت هتموتني، السياره دي جايه تحط حاجه في دماغي، جايه تاذيني، وهكذا. فالديليوجنال برسبشن معيبقى في انتاك برسبشن، ولكن توظيف البرسبشن ده بيكون مش هو الانتاك. ديليوجن اوف باسيفيتي بينج انفلوينسد اور فورس تو دو سمثينج or won't think the patient doesn't want. المريض بيعتقد ان هو بيدفع الى فعل معين، انا بادفع في شيء ما بيدفعني
لاني اقول كده اقول هذا الكلام الغير طيب في شيء بيدفعني اني انا انطوي على نفسي في شيء بيدفعني الى اني انا اقول مثلا ضلالات الخيانه في شيء بيدفعني الى اني اقول اني والدي هيقتلني او امي هتسمني في حد مضطهدني في شيء بيدفعني بيقول لي انك انت المسيح المنتظر دي ديليوجن اوف باسيفيتي المريض بيقول او يعتقد ان هناك شيء خارجي يدفعه لفعل مثل هذا الامر ديليوجن اوف كنترول المريض يعتقد ان في شيء معين يتحكم فيه منظمه كائن فضائي كائن خارق جن عفريت اي حاجه بيظن ان في حاجه بتتحكم فيه هو ما بيتحكمش في تصرفاته هؤلاء الثمانية هم الفيرست رانك اوف شنايدر اللي وضعهم شنايدر للدياجنوزيس اوف سكيزوفرينيا واهم حاجة في الدياجنوزيس اوف سكيزوفرينيا بناء على شنايدر هؤلاء الثمانية اعتقد شنايدر ان الديليوجن والديليوجن الفرايتي اوف ديليوجن دولة سكند رانك second rank symptom هما delusion of reference paranoid persecutory delusion second person auditory hallucination كده احنا خلصنا ايميل كريبلين وبليولير وشنايدر الموضوع تطور بعد كده الى ان الفيتيريان هيلث ادمنستريشن الاداره الصحيه للمحاربين القدماء قالت ان لا لازم نعمل نومن كلتشر الجمله دي هي بتبدا ان اوردر فور سايكاتريست تو كوميونيكيت ريلايبلي ذا بيتيريان هيلث ادمنستريشن صوت ولكن البرنامج ضحك عليه فخلى الجمله اللي هي المفروض في الاول خلاها في الاخر البيتيريان قالت لازم نعمل ستاندرايز نومن كلتشر تسميه يتعارف عليها في العالم كله عشان ايه مش حد كل فتره شخص يخرج ويسمي لي تسمية فعمل الأورميد فورس في اليونايتد ستيت الجيش الأمريكي عمل تسمية والتسمية دي تم يعني تعديلها وتطويرها بواسطة الأمريكان سايكايتريك أسوشيشن الأمريكان سايكايتريك أسوشيشن طورت من التسميات والتوصيف الذي وصفه الجيش الأمريكي وتم إصدار هذه التسمية في DSM-1 اللي تم إصداره في 1952 أول DSM Diagnostic Statistical Diagnostic and Statistical Manual Version 1 تم إصداره في 1952 وبعد كده تم إصدار DSM-2 يعني عشان برضو ما نتوهش اول من يعني من عمل هذا الامر هو الفيتيريان هيلث ادمنستريشن الاداره الصحيه للمحاربين القدماء والجيش طور فيها يعني اسندها الى الامريكان سايكايتريك اسوشيشن والامريكان سايكايتريك اسوشيشن اخرجت الدي اس ام 1 في 1952 الدي اس ام 1 والدي اس ام 2 تأثر كبير بالسايكوديناميك ثيوري لهذا هم اعتقدوا ان السكيزوفرينيا تنتج من سايكولوجيكال كونفليكت اند ديس اوردر اوف بيرسوناليتي النظريه السايكوديناميك بتاعت فرويد فلذلك التاثر هذا التاثر نتج عنه اعتقادهم ان السكيزوفرينيا تنتج من سايكوسوشيال كونفليكت and disorder of personality. They put little emphasis on psychotic symptom. الموضوع ده قلل من تركيزهم على psychotic symptom كحاجة مهمة في الدياجنوزيس. وده للأسف موضوع مش صح. And instead based the diagnosis of schizophrenia on interpretation of psychodynamic conflict. Such diagnostic criteria could theoretically include non-psychotic or even healthy individual. لو نحن يعني مشينا خلف psychodynamic theory فده هيخلينا نشخص non-psychotic patient وممكن نشخص healthy patient على أساس إنهم schizophrenia. لو إحنا مشينا خلف psychodynamic theory only هنشخص حالات هي اصلا مش سايكوتيك نخليها سكيزوفرينيك
وحالات اصلا هيلسي نشخصها ان هي سكيزوفرينيك. لذلك في 1970، والنقطه دي في غايه الاهميه، في 1970 تم عمل بحث. هذا البحث اسمه International Pilot Study of Schizophrenia. هذا الاستادي Transcultural Psychiatric Investigation تضمن 1202 مريض بالسكيزوفرينيا، وتم إجراءه في 9 دول: كولومبيا وتشيكوسلوفاكيا والدنمارك والهند ونيجيريا وتايوان والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. الانترناشونال بايلوت ستادي اوف سكيزوفرينيا examined the reliability of diagnostic symptom and sign to standardized diagnostic criteria of schizophrenia. وجد الانترناشونال بايلوت ستادي اوف سكيزوفرينيا emphasized psychotic symptom reliable diagnosis بشنايدر. هذه الاستادي رجعتنا للشنايدر كرايتيريا، شنايدر فيرست رانك كرايتيريا. ونتيجه هذا الاستادي اللي تم في السبعينات واستمر 5 سنوات صدر الدي اس ام 3 اللي تم نشره في 1980. الدي اس ام 3 في السكيزوفرينيا والدي اس ام 4 والدي اس ام 5 ذا سيم، ما فيش فرق بين الدي اس ام 3 والدي اس ام 4 والدي اس ام 5 في السكيزوفرينيا، وكلهم دول يعتمدوا على الشنايدر فيرست رانك سيمتوم. الدي اس ام 3 بليست امفسايز اون اوبجكتيف سايكوتيك فيتشرز كود كليرلي ديستينجويش فروم سكيزوفرينيا فروم نون سايكوتيك. اهم حاجه في الدي اس ام 3 السايكوتيك فيتشرز. The paradigm shift of DSM-3 has persisted. زي ما قلنا persisted in multiple version till DSM-5. Although, ولكن مشكلة DSM-5 in a clear etiology of schizophrenia مش واضح. A clear etiology or definitive diagnostic test for schizophrenia remain elusive, difficult. رغم ان التولز تطورت ما زال a clear etiology or definitive diagnostic test of schizophrenia remain elusive. عشان كده السكيزوفرينيا is موضوع is very difficult, very difficult. The DSM-5 basis diagnosis on time and course. يعتمد على التايم والكورس. Mainly على التايم and course and history of a clearly identifiable symptom. مجموعة symptom وduration ويخرج الدياغنوزيس. ما فيش etiology معروف في الدياغنوزيس. Etiological diagnosis. موضوع schizophrenia split of mind مش عاجب حد. وبيجي استجمة. الكل بيستعير يعني ما بيعجبهوش. بيستعير يعني استجمة. مش عارف ايه ترجمتها يعني. السكيزوفرينيا بيجي ستيغما، وتتصاعد المناداة وتتصاعد الأصوات إلى تغيير اسم السكيزوفرينيا. اليابان غيرت الاسم، غيرت الاسم إلى إيه؟ Integration Disorder. اليابان غيرت الاسم في 2002. Integration Disorder، اضطرابات التكامل. Integration disorder refers to person inability to process information about their environment. ده تعريف الانتجريشن. Which may cause them to experience confusion about what is imagined and what is real. ده تعريف الانتجريشن. الانتجريشن معناه disorder refers to a person's inability to process information. مش قادر يفرمت الانفورميشن about their environment which may cause them to experience confusion about what is imagined and what is real. مش قادر يفكر between reality and imagination.
الدياجنوزيس ده الانتجريشن ديسوردر فسر الهالوسينيشن والديليوجن على اساس انها برين ان ابيليتي تو بروسيس انفورميشن اباوت ذا فايف سينس. المدخلات اللي هتدخل عن طريق الحواس الخمسه المخ نتيجه هذا الامر مش قادر يضبطها في صوره ريال، في صوره حقيقيه او في صوره هيلسي. هذا التغيير في الاسم جعل الاستيغما تروح، يعني ده انتجريشن ديسوردر لا مش سكيزوفرينيا، وبالتالي جعل المرضى اوف سكيزوفرينيا يلجأوا الى اخذ الدواء ويلجأوا الى العلاج، وبدأ يعني الاستيغما تذهب تروح مع التغيير، هذا التغيير في الاسم. ده كلامنا عن الهيستوري اوف سكيزوفرينيا. ان شاء الله اللقاء القادم سنتحدث عن الابيديميولوجي اوف سكيزوفرينيا.